خلاص احنا كان انا لسه سامع فيديو امبارح لحازم صلاح ابو اسماعيل وهو بيتكلم على ان احنا نضرب الجيش ده وانسى الجيش والجيش ده كذا وكذا ويضحكوا علينا واحنا نعمل احنا نخش نعمل بلد ونعمل ميليشيات يا جماعه الميليشيات موجوده في دول جنبنا نتيجه ضرب جيش الدوله الوطني وغياب الدوله راحت الدوله الوطنيه دخلت الميليشيات ضاعت الدول والدول مش فقيره، الدول غنيه. الدول غنيه، الدول يا جماعه مش فقيره، الدول اللي خربت كانت اغنى مننا عشرات المرات. الدول اللي وقعت وما قامتش، الدول اللي راحت لما راح جيشها. الدول دي مش راحت عشان فقيره، مش راحت الدول دي علشان التضخم، مش راحت الدول دي عشان سعر الباميه وسعر ورق العنب. الدول دي ما راحتش عشان شوية الرز مش موجودين الدول دي راحت علشان الجيش بتاعها اتضرب الدول دي راحت عشان في ميليشيات الدول اللي ضاعت اوعوا تتخيلوا ان في دول ضاعت علشان ازمه تضخم او سعر صرف او او الدول دي ما ضاعتش بهذا السبب الدول دي حتى هذه اللحظه عندها في في خزائنها احتياطي نقدي قد اللي عند في مصر عشرة 15 مره والدول دي ضايعه عليه لانه الدول دي راح جيشه راح جيشه